المحافظ الإلكترونية واحدة من الخدمات اللي بتقدمها شركات الاتصالات للمواطنين، واللي ممكن من خلالها تحول أو تستلم فلوس من أي حد وفي أي مكان. ودي واحدة من الحاجات اللي حلت مشاكل كتيرة للناس، بس في حالات كتيرة بتحصل مع ناس تانية أحياناً بيحولوا فلوس لرقم غلط أو رقم مش عليه محفظة، وبيكون مش عارف يتصرف إزاي وإزاي يرجع فلوسه. لو عاوز تعرف حل للمشاكل دي كلها شوف الفيديو ده للآخر. بانكير، نبض البنوك. في الفترة الأخيرة في وسائل رقمية جديدة ظهرت في الأسواق وسهلت بشكل كبير التعاملات بين المواطنين وبعضهم، وبتكون قاعد في البيت وعلى سريرك وتحول أو تستلم فلوس من أي حد ومن أي مكان. الوسائل الرقمية دي على قد ما حلت مشاكل لناس على قد ما فيها مشاكل لبعض الناس الآخرين، خصوصا لو الناس دي مش بتعرف تتعامل كويس مع الأجهزة الإلكترونية أو الناس الكبيرة في السن، واللي أحيانا بيحصل معاهم مواقف زي أنهم يحولوا فلوس بالغلط أو يحولوا فلوس لرقم مش عليه محفظة، وفي اللحظة دي بيكونوا مش عارفين يتصرفوا إزاي. من غير ما تلف ولا تحتار دلوقتي هنقولك على طريقة تقدر من خلالها تسترد فلوسك لو حولت الرقم خطأ أو لو حولت فلوس لرقم مش عليه محفظة، وده من خلال اتباع شوية إجراءات وخطوات بسيطة لازم تقوم بيها لو عاوز تسترد فلوسك. أول حاجة فيهم إنك هتتواصل مع ممثلي خدمة العملاء، ومن خلالهم ممكن تعرف الشخص اللي استلم الفلوس بطريق الخطأ عنده محفظة على خدمات كاش ولا لأ. وفي حالة إن الشخص ده عنده محفظة فهنا لازم تتواصل معاه وتطلب منه يحول لك فلوسك مرة تانية على الرقم بتاعك أو الرقم اللي بعت منه الفلوس. وفي الحالة دي مفيش أي شركة أو خدمة تقدر ترجع لك فلوسك إلا إن صاحب الرقم هو اللي يعمل لك تحويل الفلوس مرة تانية. نيجي للحالة التانية وهي انك تحول فلوس لرقم مش عليه محفظة، وفي الحالة دي فلوسك هترجع لك بشكل تلقائي في خلال اسبوع من التحويل، وده في حالة ان صاحب الرقم ما يعملش محفظة على الرقم بتاعه طوال الاسبوع اللي تم فيه التحويل. ولو صاحب الرقم عمل محفظة فكده فلوسك على الاغلب راحت عليك. كانت معاكم سارة مجدي من بانكير. بانكير، نبض البنوك.